بقالنا كتير ما طلعناش من البيت كده. الصراحة يعني أنا سجلت شوية حاجات حلوة بالكاميرا الجو برو، بس تقريبا مش عارف دوست على زرار غلط أو أوبشن غلط فما سجلتش. والحقيقة يعني كويس إن أنا ما سجلتش، لأن الكلام اللي سجلناه يعني كان ممكن anyway. أنا مزنوق زنقة وحشة جدا، مزنوق مزنوق مزنوق. ما خلاص عرفت إن حضرتك مزنوق خلاص. I should have uploaded فيديو على دروس اونلاين امبارح بس معرفتش، يعني بسبب التاسكات الكتيره او الحاجات اللي انا مسحوم فيها ديت. I should have recorded فيديو الاسبوع اللي جاي علشان اخده معايا وانا رايح القاهره بس ما لحقتش. I should have taken a break، كان المفروض ان انا جاي البيت اصلا عشان استريح كده واخد بريك، المفروض يعني ده كان الخطه. يعني I should have prepared السبيتش بتاع بكره، رايح بكره سبيتش في جامعه طنطا بس ما عملتش ما لحقتش. should have بنستخدمها لما نعبر عن حاجة كنت المفروض تعملها وما عملتهاش. I should have والتصريف التالت. يلا قاعد على السريع من دروس اونلاين. المهم سؤال مهم قوي وجالي كتير جدا، انت ليه بتحشر كلام انجليزي في كلامك؟ ودي الصيغة المحترمة للسؤال. يعني في ناس بتلاقيها بتسأل اعتز بلغتك، انت مش عارف ايه، امثالك هم اللي ضيعوا اللغه والكلام ده، او مثلا انت بتتمنظر علينا يا دي يا ابن التربتت ومش عارف ايه، ما تعيش عيشه اهلك ودي برضو الشتايم المحترمه من الموضوع. المهم يعني اوكي ما تعصبيش، خليك ما تتعصبيش. المهم يعني قبل ما اجاوب على السؤال ده عايز اقول حاجه مهمه جدا. رايك في اي حاجه مش بيعبر عن طبيعه الحاجه دي او حقيقتها، رأيك هو عبارة عن انعكاس الحاجة دي جواك انت او جوا مرايتك. يعني انت لمؤاخذة مراية، يعني معلش يعني لمؤاخذة في الكلمة، يعني المصريين بيستخدموا كلمة لمؤاخذة لما يعبروا عن اي حاجة كده ايه يعني ممكن تأنف منها. يعني سبحان الله يقول لك لمؤاخذة قمت شال الشبشب وحطه مش عارف فين، لمؤاخذة قمت مدخل المواشي الزريبة. ده والله من لبقتنا ومن ادبنا ومن يعني والله احنا ناس محترمين. فيا سيدي ايه رأيك ما بيعبرش عن الحاجة دي خالص، رأيك هو انت شايف الحاجة دي ازاي، وانت شايف الحاجة دي ازاي ملوش علاقة عن طبيعة الحاجة اصلا. خد بالك من الكلام ده، كلام كبار. في ناس مرايتهم حلوة كده ونقية فبيشوفوا الحاجات يعني حلوة او بيشوفوا الخير حتى ولو في الشر، وفي ناس مرايتهم منحرفة مشرخة فبيشوف الحاجة منحرفة، في ناس مرايتهم سودة فبيشوف الحاجة سودة. اللي انا عايز اقوله او what I'm trying to say بالانجلش يعني، رأيك في اي حاجة بيعبر عنك اكتر ما بيعبر عن الحاجة اللي انت بتقول فيها رأيك. خد بالك، تكلم حتى اراك، تكلم حتى اراك. الراجل لما يتكلم هيقول رأيه في فلان ويقول رأيه في الحاجات دي ويقول رأيه في الدنيا، فهيعرف بقى الراجل ده من خلال كلامه ومن خلال ارائه في الحاجات دي. واخد بالك، حتى انت دلوقتي يعني بنعملها كلنا، انت ممكن تعرف الشخصيه او الدماغ بتاعت اي شخص من رايه في حاجات معينه، او من رايه في اشخاص معينين، او من رايه في قضايا سياسيه معينه، تعرف ان الراجل ده كده. فرايك بيعبر عنك. ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ لان الناس اللي بتخش بتقول انت بتتمنظر، انت مش عارف ايه، الكلام ده كله ده مش بالضرورة خالص هو أنا أو السبب اللي أنا بعمل علشانه الحاجة دي، ولكن أنت شايف كده لأنك فنجاوب على السؤال، ليه بتحشر كلام إنجليزي في كلامك؟ وأنا هجاوب على السؤال مش عشان الناس اللي بتشتم ولا الناس اللي الناحية التانية دول، لا أنا هجاوب على السؤال علشان فعلا الناس اللي بتتساءل أو الناس المحترمة اللي مرايتهم كويسة اللي بيسأل بأسلوب كويس. الشخص اللي ما بيكونش عارف حاجة أو مش عارف يقرر يبدأ يتساءل علشان لما يعني يكون حكم أو جادجمنت يبقى على أساس وعلى قاعدة، ما يبقاش كده إيه هوائي. أوكي، فأنا ممكن أتكلم من هنا للصبح يعني على ليه أنا بتكلم أو بحشر كلمات إنجليزي، بس إيه جمعتهم في كام نقطة كده. وهم أول حاجة عندنا مثل في الـ في الـ في الـ في الريف كده، من عشر الأم 30 يوم بقى منهم. انت لو قعدت شهر مع ناس سواء في الصعيد او في اي حته هتبدا تلقط كلمات منهم ومصطلحات من عندهم، ولسانك هيبدا الى حد ما يتعوج سيكه حسب اللغه او طبيعه المكان اللي انت عايش فيه. فانا عايش مع الانجليزي بقالي تقريبا دلوقتي 5 سنين،
اما ان انا بتعلم حاجة او قاعدة بالانجليزي، او اما ان انا بشرح درس بالانجليزي، او اما ان انا بتعلم كورس سواء لبرنامج او لاي حاجة تانية وبالانجليزي برضو. فغصب عنك الموضوع بتتشربه، ما عادش ان انت ايه بتبقى قاصد تطلع الحاجة دي، هي بتطلع كده. تاني سبب ان انا بحاول احسن الانجليزي بتاعي من خلال البراكتسينج. وما اننا ما عندناش فرصة ان احنا نمارس اللغة بتاعتنا مع ناس نيتيف سبيكرز، فلازم نمارسه يا اما مع نفسنا اما مع الناس اللي حوالينا، حتى لو يعني عن طريق ان انت بتحشر كلمات اللي انت بتتعلمها في كلامك بالعربي علشان تبقى حاضر في ذهنك على طول. وكمان كتر التكرار بيحول الموضوع من معنى لفظي انت بتترجمه في دماغك لمعنى حسي مش محتاج ترجمته. اصحى للكلام برضو، الكلام ده مهم. انت لما بتيجي تكرر كلمة كتير، واخد بالك، في البداية بتبدأ تترجمها للعربي قبل ما تروح للانجليزي. يعني انا حاسس ان انا متضايق، فبروح متضايق ترجمتها بالانجليزي ايه؟ يا متضايق ترجمتها بالانجليزي ايه؟ annoyed مثلا، واخد بالك. فانت بتروح تترجمها من الانجليزي من العربي متضايق annoyed، يبقى I am annoyed. مع التكرار انت ما بتبقاش محتاج انك تروح تترجمها بالعربي، لا، انت الشعور annoyed على طول، يعني بتلوز اللينك، او مش لازم انك تروح للعربي الاول. فده انت لما توصل للمرحلة ديت وتبقى رابط الكلمة بالانجليزي بالشعور، فانت يعني خدت خطوة كبيرة قوي قدام انك يعني لقدام انك تبقى يعني شبه الناس النيتيفز. السبب الثالث ان في كلمات كثيرة بالانجليزي ترجمتها او ما يقابلها في اللغة العربية مش بيعبر على نفس المعنى اللي الكلمة بالانجليزي بتعبر عنه. مثال كلمة event. event، انا رايح event، انا جاي من event، انا مش عارف ايه، هقابلك في الايفنت. event ترجمتها باللغة العربية ايه؟ يعني حدث او مؤتمر، ايا كان. حد بيقول انا رايح حدث او انا رايح مؤتمر او كده، بيقول انا رايح event. الكلمة هي يعني افضل وصف للحاجة اللي انت بتعملها. اللغة الانجليزية بتتطور ومن اسرع اللغات تطورا، وبينضف لها كلمات جديدة كل سنة والكلام ده، لانها اكتر لغة بتستخدم بعد الصينية على ما اعتقد يعني. فالفكرة ان احيانا بعض الكلمات باللغة الانجليزية بتنيل او بتهيت the bull's eye، او يعني بتعبر عن المعنى قوي عن انك لو استخدمت مقابلها باللغة العربية. مش بقول ان ده قصور من اللغة العربية، ولكن this is the reality دلوقتي، ده الوضع دلوقتي، ان اللغة الانجليزية بتتطور بسرعة. وسبب اخير علشان ما نطولش الموضوع اكتر من كده، انا عارف الفلوج ده ممكن يكون طويل شوية ورغينا فيه، بس يا سيدي لو انا اتكلمت كلمة بالانجليزي وانت معرفتهاش، واخد بالك، فانت حاجة من الاتنين، اما انك تكتمها في نفسك كده وتقول منظر عليا، انت عايز تبين انت جامد يعني وكده، او انك هتسأل هي الكلمة ديت معناها ايه، او انك هتروح تبحث عن الكلمة فانت اتعلمت حاجة، واخد بالك. ففكرة انك بتحكم على الشخص من غير ما تسأل، او بتحكم على الشخص علشان انت مش عارف الكلمة ديت او معنى الكلمة ديت، فمعلش يعني انت بتتمرقع، يعني انت دلوقتي بتستسهل. انت دلوقتي لا سألت معنى الكلمة ولا رحت بحثت عن معنى الكلمة. طب انت طلعت ايه من الحوار ده؟ والمفروض ان الطبيعي انك تفهم الكلام اللي انا بقوله بالانجليزي. احنا في 2018، ما ينفعش ما يكونش معاك انجليزي يا معلم. يعني لو انت معكاش انجليزي هتلوص، ولما تتخرج هتقعد تلف كده وتقعد تبعت الرسائل للناس على الفيسبوك وتقعد انا عايز اتعلم انجليزي، عايز مش عارف ايه. اشتغل من دلوقتي، لما تلاقي حد بيتكلم انجليزي او بيتكلم حاجة وانت مش فاهمها، ابدأ ابحث عنها، او ابدأ اسأل الشخص ده الكلمة دي معناها ايه، او ليه استخدمتها في السياق ده. كده انت بتتعلم. واخيرا علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، للناس اللي بتحكم، الناس اللي بتشتم، والناس اللي عندها قصف سريع في اطلاق الاحكام، ربنا يهديكم وينور بصيرتكم كده ويشيل الغشاوة اللي على قلوبكم ويرزقكم التروي في إصدار الأحكام، لأن ده حاجة مش بسيطة، أو ياخدكم ويريحنا منكم يعني. خلينا نطلع من الكلام اللذيذ ده، إن الكوت تكلم حتى أراك. خد بالك لما تقول رأيك في أي حاجة، لأن وإنت مش واخد بالك أنت بتعري نفسك قدام الناس.